تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالكاليتوز من الإطاحة بعصابة خطيرة مختصة في سرقة السيارات والاعتداء على أصحابها تحت طائلة العنف والتهديد بالأسلحة البيضاء. العملية جاءت بعد تلقي فرقة الدرك الوطني بالكاليتوز شكوى من أحد الضحايا كان ضحية اعتداء من طرف أشخاص مجهولين قاموا بالاعتداء عليه وسلب سيارته. هؤلاء الأشخاص قاموا بطلب خدمة توصيل إلكتروني، وعند وصول ذلك المكان اعتدوا عليه وسلبوا المركبة. أفراد الدرك الوطني فور تلقي الشكوى قاموا بفتح تحقيق معمق مع توزيع الأبحاث من طرف مركز العمليات بالمجموعة الإقليمية لإخطار جميع السدود والدوريات مع وضع خطة أمنية محكمة. تم إلقاء القبض على أفراد العصابة والمقدر عددهم بأربعة أفراد أين تم توقيفهم كلهم، وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة فور الانتهاء من التحقيق.